استفز الرأي العام إخواني هنا في مدينة مريرت عن خبر إقدام واحد السيد أنه غادي يستعمل سلاح ناري وغادي يقتل إخواني وغادي يسدد رصاصة إلى الجار دياله. وقعت هذه الجريمة إخواني الشنعاء اللي اهتز لها الرأي العام في هذه اللحظات أو العشية اليوم على بعد كيلومترات من مدينة مريرت. في هذا الأثناء سيارة الإسعاف كتهز الضحية كما كنشوفوا أن العائلة ديالو مسكينة أن البنت ديالو طايحة فوق منه وكتبكي. إذا فاجعة أخرى تتنضاف وحنا تنحييو وتنطلبو من السلطات أن تزيد اللي ما عنده ما يدير بالجويجة خصو دورو يحيدوها له. وشكرا لرجال الدرك الملكي لأن تصوروا إخواني أن كل عناصر بالرتب ديالها إقليميا حطت الرحال في هذا الأثناء بويوان لأن السلاح هذا. وتحية لرجال الدرك الملكي لأن السلاح وما أدرك ما السلاح. تواجد وحالة الاستنفار اللي شتها فأرفعوا لهم القبعة لأن حتى التضاريس ما يمكن لكش توصل بالطوموبيل. راه البومبية 4 كيلومتر وهما جايين على رجليهم. هنا إخواني والله العلي العظيم شوف العائلة تمسك انت يبكي ولا إله إلا الله تنتمنوا له الشفاء العاجل. إخواني عائلة هنا تجمهر هنا بالمستشفى إخواني. أنا تنشوف إخواني عائلة مساكن راهم هنايا في المستشفى حالة استنفار تعرفها المستشفى. فشكرا للطاقم ديال المستشفى هذه الحقيقة. غادي نحاولوا نهبطوا نشوفوا الحالة ديال هذا السيد وسوف نوافيكم لحظات وسنعود. إذا إخواني أنا له لحظة ديال الوصول بكاء إخواني هذه الحقيقة. لا إله إلا الله تنتمناو الشفاء العاجل. الحالة إخواني والله العلي العظيم أن تنتمناو له الشفاء الشفاء العاجل يا رب بالشفاء العاجل يا رب بالشفاء العاجل بالشفاء العاجل يا رب. أنا كنشوف إخواني أن هذه حالة والله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. العائلة ديالو مسكينة اللي مرتبكة العائلة قررت أنه المصاب أنه سيتم تحويله إلى مدينة مكناس. هذا ما قماتش اللي صرحت للعائلة. هذا واقع إخواني اللي واقع وتنتمنوا دائما أن هذه البرامج بدنا نقولوا فين الخلل.